بلاد هاري بوتر والخرافات، بلاد البني العتيق والقديم، ورغم مرور مئات السنوات محافظ على مكانته وساعد انه يضيف اسكتلندا كواجهة سياحية، بلاد الشوارع الضيقة والملتوية كأنها تتجنب مرور الزمان، كل زاوية تحكي حكاية، تحضر القمرة تتقابل أضواء المصابيح القديمة مع نسمة الليل ونغمة أصوات الريح مع همسات جدود، بلاد الريف والبساطة وحب الحياة. وشاءت الأقدار اليوم ونزوروها ونمشي والإدنبرا وشمال اسكتلندا. السلام الناس الكل ومرحبا بكم في الفلوغ الأولين بتاعنا. اليوم الرحلة بتاعنا بستنطلق من لندن ستانستيد ماشيين إن شاء الله المطار إدنبرا اسكتلندا. مالوريزمون كي غلطنا فلت الباص، دونك رجعت لليفربول ستريت باش ناخذ التران. نورمالمون التران باش يتكلف اكثر خاطر باش تخلص طول على غالب. نورمالمون التران يجي بعد ربع ساعه كيكا يوصل طول المطار. دو بريفيرونس كي باش تمشي لبلاصه بوكي على قبل كل سوا في الطياره، والا اللي باش توصل مواين دو ترانسبور اللي باش توصل به للمطار خاطر يكلفوا هنا جينيرالمون اكثر برشا سورتو ترانيت. ننصح العباد اللي في اليوكي ولا اللي حاب يجي هنا راهو ترام ما تاخذوش كذا ماشي من بلاصه لبلاصه والا من بلاد لبلاد في وسط اليوكي خاطر يكلفوا برشا فوا تروا وعادي حتى ساعات اغلى من الطياره. توا بركة باش نطلعوا في الطيارة الحمد لله بعد ربع الرسمي أصعب الحاجات تو ستريس اللي عشنا مع برشا. شكون قال لك الباسبور الأخضر هذايا باش يمشي لاسكتلندا؟ أنا توا باش نطلعوا في الطيارة مع الراينير. بالعادة ماشية لازم تمشيها على صحيح معناها فماش هذيك هي حال اللي حاب يسافر بشوية فلوس دونك لاباس لاباس. توا بركة من خرجنا من مطار إدنبرا، بون تعذبنا باش وصلنا، قعدنا بالحق خرجت من الدار قرب 8 تاع الصباح وصلت لهنا نص ساعتين توا بريسك، فينا المون قضربت ساعة بعد الطيارة ما هبطت كي خرجت من المطار، معناها أول عبد نقابله في اسكتلندا مازلت كي خرجت معناها خطوة بركة تونسي، بالحق الدنيا ما صغيرة شكون قال باش نلقى أول عبد باش نحكي معه ولا أول عبد نقابله في اسكتلندا يكون تونسي. توا ديريكسيون تاعنا الهوستل تاعنا في السيتي سنتر. نورمالمون يبعد نص ساعة على المطار باش نشوفوا كيفاش بيمشيو بالرسمي وكل ايدي عندي كيفاش باش نمشي. نورمالمون فما بالبوس ولا انا عارفش كيفاش. اسير تو نعيشوا الرحلة مع بعضنا ونشوفوا كيفاش باش تعدى. باهي من المطار حتكشي الهوستل اللي نسكن فيه تاخذ قرابة ساعة غير أربعة معناها حكاية فارغة ربع ساعة منهم ربع ساعة ماشي على ساقين. دونك هذايا الحومه اللي باش نسكن فيها، باش نقعدو فيها 3 أيام هنا، بني قديم بالرسمي هذيك أحسن حاجة تعجبني في اسكتلندا. المعلومة اللي صدمتني بالرسمي أنه من نسكن أنا معناها ظلم غاديكا زون 6:30 تو نحن في أكتوبر، معناها ظلم آخر أكتوبر تو داخلين في نوفمبر، ظلم 6 كيكا. كي وصلت هنا كي قابلت الطفلة التونسية قالت لي راي ظلم 4:30، إيفيكتيفمون 4:05 ربع كيكا الدنيا ظلام. ديجا كيما تراو رايا معناها الدنيا ظلام برشا، أول مرة نعيشها حاجة كيف هكا. بالنسبة للبلاصة والله تحسها حية شوية معبية معناها كيلكو سوا ريستورانات كيلكو سوا قهاوي والا بابس معبية بالقدام. بالنسبة للعباد اللي تخمم باش تجي لهنا في اسكتلندا بالرسم أحسن وقت باش تجي فيه هنا راهو وقت هالوين والوقت بتاع اكتوبر نوفمبر خاطر البلاصة هكاكا معناها الستيل بتاعها اصلا بالنسبة للعباد اللي تفرجوا في هاري بوتر فاهميني فاش نقصد الستيل تاع البلاصة كيفاش. كا
كالبنيات الدنيا كحلة بالرسمي، البنيات كل قدم قدم مخك يقف معناها، وكاو بالرسمي افوار على الاخر ومن تو ماهيش غاليه. لعبت لي دسر بالرسمي تنجم تعدي بيجي في 3 ايام ولا 4 ايام بالرسمي، بكلف لك حد شيء. سي دي بون انت وكيفاش تحب تصرف، تحب تاكل برشا البرا والا تحب تطيب وحدك، ولا تحب تاكل في بلاصه ماهيش غاليه برشا، ولا تعبوني سعادي انا برشا سعادي بالرسمي اصعب من تركيا والله. في بيري تركيا بركه هكا فيها سعادات، حتى هنا طلعت برشا سعادي تعب. توا تعدي ناكلوا حاجه وبعد نرجعوا للهوستل باش نخليوا انرجي الغدوه، باش واحد ينجم يتحرك وندوروا بالكدا في وسط العاصمه. ايدن برا هي ماهيش كبيره برشا بارابور لندن معناها، تسمى بالرسمي من الربع بتاعها، مي كوميم واحد يحب يجي جاي سورتو على 3 ايام نحب ندورها الكل. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم في النهار الثاني في دمرة. مازلنا كي قمنا توا 8 تاع الصباح. الحقيقة قبيلك حبيت نقوم السبعة، قمت السبعة ما نظلمش بك، نقد الدنيا ظلام بالرسمي الدنيا كحلة. لو فات هنا راه يظلم من السبعة لأربعة ونص تاع العشية، والصباح السبعة باش تضوى معناها تاخذ برشا وقت. دونك توا باش نخرجوا من المستر بتاعنا، الحقيقة مرتاح مرتاح بالكدا ما تقلقنيش الحمد لله. انا تو باش نخرجوا ناكلوا حاجه 8 تقريبا 8 بتاع الصباح، نشوفوا اليوم باش ندوروا على ايدنبرا دوره دوره بلاصه بلاصه ونشوفوا شنو باش يصير مع الكريمه. يلا تو بركه تو بركه مزيانه في سنه الريستورون، الريستورون ياسر طياره ما فهمتش قهوه ريستورون الناس كل بون تو فطور صباح تنجمش تفهم. ياسر مزيان بالحق، تحس هكا الستيل بتاعو القديم. الغنية كالموجي كلاسيك دوس ضو كل شيء، عباد محلهم على الاخر برسمي سكوتش بيبر من احسن العباد تجي نقابلهم. كاو خديت عاد السكوتش بريكفاست نستناو فيه، اول مره باش نجربوا الماكله بتاعهم. الحاجه الباهيه الحاجه الباهيه هما ما يستعملوش برشا لحم خنزير. قبل فطور الصباح جيب لي قهوتي معايا كابوسا بتاعي، بون هما امبوسيبل نلقى حاجه كيما كابوسا تاع تونس تحت الجمله. هي اول مره تجيني حاجه هكا تاع سكر، شو السكر نحاول نوقف الكاميرا شو كيفاش يقدموه. هذايا الوايت شوغر هذايا تبع، دونك نحطو او ناخذ كان السكر الابيض الحقيقه نحطو زوج. باهي توا برك جانا فطور الصباح بيتو البرانش بتاعنا كيما تشوفوا، لا سكوتش 100% توست شوية كاتشاب هنا من شوية لمون زبدة ليا حق اللي يحكي فينا برشا. بالنسبة للعباد اللي تحب تجي لسكوتلندا الحقيقة الإنسان ما يتكلفش برشا، معناها كي البي دافيون كلفت لي عليه روتور 50 باوند، والهوست اللي باش نسكن يسكن فيه معناها قاعد نسكن فيه توا 60 باوند ثلاثة ليالي تروا نيتي معناها. سينو المصاريف الأخرى في الماكلة أنت كيفاش تصرف؟ تحب تعمل حاجة تاكلها في الهوست تجيب معاك مثلا الماكلة معلقة، ولا أنت وحدك تعرف الطيبة كيك تنجم تصرف أقل مصاريف. أما كان تحب أنت فطور صباح في بلاصة طيارة ونص نهار كيف كيف راه هذاك باش تكلف لك. تلقى مثلا توا البلاصه اللي انا قاعد فيها تلقى فيها بتي ديش كامل، راه بتي ديش برانش 13 باوند اللي هو معناها طاوله كامله بريسك عابيلك. بالنسبه لإدنبرا العباد اللي تحب تجي راي افوار على الاخر، انا ننصح بها برشا، انا راني كنت غرمت بها بالانستغرام الحقيقه كتصور يعطوني فيديوهات. وقت اللي جاتني الاوبورتونيتي باش نجي الحقيقه جيت باهيه برشا، افوار رخيصه كما قلت تنجم معناها تعدي فيها 4 ايام الجو مرتاح ما تبيش تفد. الحاجة المعروفة بها تحت سكوتلاند بخلاف ادنبرا هي الريف، العباد اللي تعشق الريف وتحب الريف وتحب الناتور معناها نصور هذه اوبورتونيتي بيا. سكوتلاند تصورها وجهة مزيانة برشا، سورتو تكتشف اوروبا الغربية على الاخر الكوتي الاخر بتاع الاوروب اللي هو القريب برشا لايسلندا. سكوتلاندا خطرة قريبة برشا لايسلندا، الضوء ما فماش هنا في وسط الشتاء برشا كما قلت لكم، الدنيا تضوى مع 8 تاع الصباح وتضل مع 4. البارح انا بيرسونيل ما حسيت الليل طويل على الاخر، رقدت الحقيقه بكري على روحي الشبع قانون خاطر اليوم يستنى فينا نهار مزيان برشا. بالنسبه للنهار الثالث ان شاء الله النهار الثالث باش يكون انا سيربريز روحي عملتها كما قلت لكم، اسكتلندا بلاصه للعباد اللي مغرومه بالريف برشا. دونك غدوه فما تريب من السود اللي نحن فيه تاع اسكتلندا حاتيك شيل النور 12 ساعه من 8 تاع الصباح ديبار، بون 13 ساعه حتى تشيل 9 تاع الليل باش يكون رحله تشق الوسط باش يمشي برشا بلايص مزيانين على الاخر. هاي التور بتاعنا بديت توا نحوسوا توا باش ندورو بالكدا في الاولد تاون تاع ادنبرا، خاطر فما نيو تاون والاولد تاون مقسمين.
نشوفوا ببعضنا ونمشي مشي. هو الشعب الاسكتلندي معروف بحاجة، معروف انه اكثر الشعب يستعمل الويسكي وسكوتش ويسكي، لدرجة انه الجيد معناه ما يشربش ماء في الدبوزة بتاعه يحط فيها ويسكي. اما اكتشفت حاجة بالحق كلي بهتتني، اي عبد من اسكتلندا ولا اي عبد من انجلتير ما يفلتش الفرصة انه كما نقولوا باش يحكي على الاخر بفاسون خايبة. كيفاش اكزامبل بتاع سكوتش بلاير يلعب التنس، قال كي يخسر كي يربح بلوتو يقولوا الانجليز يقولوا هذايا راهو بريتش وربح، اما كي يخسر يقولوا راهو هذاك واحد اسكتلندي. توا بركة وين وصلنا لأكثر الشوارع معروفين في إدنبرا اللي هو فيكتوريا ستريت، معبي على الأخر الحقيقة. والحاجة سبيسيال في الكياسة دي إنه فما ستور كامل متاع الأوفيسيال متاع هاري بوتر، دونك تنوريكم توا كيفاش لعبت بالصف جوست باش تدخل تشوف شنية موجود. هذا هو ستور بتاع هاري بوتر، شو هذا هو الصف الناس تستنى، هذا هو الشارع معبي على الأخر. بنمشي اليوم هار ثلاث، اما لعبت برشا معبيه اليوم ادنبرا على غير العاده حسب ما هما يقولوا، معناه يسكنوا هنا. فيكتوريا ستريت بالحق مزيان برشا برشا، ماشي قاعدين يصلحوا فيه، ما اللي صار على اي بلاصه نحب نمشي لها نلقى باش نصورها بالكدينا، قام يصلحوا فيها وفيها ترافو، فيها ترافو من الاول ومن الاخر، مي بالرسمي ما خير من اللي شفته في التصاور، خير ما توقعتش باش تلقى معبي لها الدرجه الحقيقه. توا بعد ما كملنا من فيكتوريا ستريت عملنا في دوره بالحق بلاصه مزيانه كما قلنا، باش نمشيو للفيو اللي هي توريك نورمالمون ادنبرا من فوق ان شاء الله باش نخلطو. بون فماش الشمس، هي الشمس ما نعرفش وقتاش باش تغرب، ما نتخيلش كي باش تخلط عليها بالكدا ولا، خاطر فما بلاصه اخرى نحب نمشي لها فيها فيو اخرى كيف كيف ترى وكل شيء مع بعضنا. نوصلوا للبلاصه ونصورها بالكدا. انا ما عندكمش فكره قديش تصدمت فيها الفيو الحق مش نعرف. على يمينك قصر، مقابلك معناها ادنبرا كلها، كل كيفاش البني كيفاش منظمه. الاكسبيريونس تاع الفيو بالرسمي من احسن حاجات اللي شفتهم هنا، يدوك كان مش احسن حاجه والحقيقه بالرسمي واو، سورتو مع غروب الشمس طياره على الاخر والله تراها كل بالديتاي زي ديتيلمون واضحه، والبلاصه جايه العاليه ضيا الكل 360 درجه بالحق ياسر مزيان. اكتشفت حاجه مهمه برشا في البلاصه اللي انا نسكن فيها اسمها بلوتو شنيا يرمز، الاسم بتاعها البلاصه اللي هو جري فريرز. بوبي هو الكلب اللي حكيته ورانا، حكيته شنيا الكلب هذا اللي هو كان الكلب تاع بوليسي في ادنبرا، قعد معاه معناه يخدم معاه تابع البلديه وكل شيء. موليه توفى، كي توفى الكلب هذا قعد يمشي للقبر بتاعه 14 سنه، بعد 14 سنه ملي مات. دونك ونهار اللي مات هنا في البلاصه هذيا بالضبط الكلب، من وقتها هما يقدروه وعملوا له تمثال توا باش نمشيو له، يقولوا انه التمثال هذاك كي تمسه تاع الكلب انه يجيك برشا زهر، معناها هنا نفهموا بالرسم محلاها القصه والوفاء تاع الكلب بوبي اللي ورانا اليوم هنا يقدروه وسميوه بلاصه كامله في ادنبرا باسمه. ديجا مقابله بالضبط البلاصه هذيا هو الكلب عاملين له تمثال في وسط البلاصه، دونك كيما هكا لازمك تمسو باش يجيك الزهر ولا محلاها. بون حاجه محلاها، هي بون ما عندها حتى معنى الحقيقه، مي كان لي محلاها كيفاش عطيني قدر برشا حاجات لعبت الكل يتعداو، قربت صدقني اكثر من 200 عبد، كل اي واحد يتعدى كل سوا توريست والا عبد اسكتلندي يتعدى يمس الكلب هذاك عادي، فما شكون يعمل معناه كل يوم يتعدى يمس باش يجي يتعدى له نهار به ونهار فيه برشا زهر.
والله أجواء إدنبرا في الليل محلاها على الآخر، مزيانة برشا. كاو نحاولوا نرتاحوا ليلة، إن شاء الله غدوة عندنا تريب بتاعنا اللي باش نشقوا في اسكتلندا الكل، باش نمشيو بالسود حتى كشي للنور. دونك لازم نرقدوا بكري اليوم نرتاحوا، خاطر حركنا برشا قرب. اليوم مشيت على ساقية 15 كيلومتر، دونك نحاولوا نرقدوا بكري اليوم مش غدوة نبداو في فورم. غدوة آخر نهار في اسكتلندا مالوريزمون، طيارتي إن شاء الله نهار الخميس 6 تاع الصباح نرجع بها. ما وك عملنا بروفيتينا لو ماكس، وان شاء الله نهار غدوة يتعدى. انا نحس نهار غدوة نهار سبيسيال، ان شاء الله يكون اقوى من نهار اليوم، خاطر امبوسيبل تكون حاجه اقوى من نهار اليوم. مي تنشوفوا، يلا جود نايت. صباح الخير الناس الكل، النهار الثالث في ادنبرا، توا 7:30 تاع الصباح ماشيين باش نتقابلوا في الميتينغ بوينت اللي عطاوه لنا اللي باش البوس نمشيو بها. يلا نقابلوا غادي. وصلنا توا الميتينغ بوينت بتاعنا قريبه الهوست اللي نسكن فيه، خدينا قهوه وكل شيء، خديت زو ساندويتشات الحقيقه خاطر فماش ماكله فيها تريب، دونك خديت زو ساندويتشات من القهوه يقعدوا حتى كان بردين مش مشكله ينجموا يتاكلوا. مش غاديك متجمع يعني ما تصرفش برشا ولا ما تمشيش تاكل برشا فلوس خاطر يتكلفوا البلايص غاديك جينيرالمون يبداو يعرفوا توريست جايين وكل شيء. دونك انا قاعدين توا نستناو في الاولد تاون في الباص بتاعنا اللي نجي، قدامي التمثال بتاع ادم سميث تصوره لكم. سي بون البوس بتاعنا وصلت توا اللي بيشتزنا لزوز بلايص بتاعنا. بدات الرحلة بتاعنا توا، خارجين من السونتر بتاع ادنبرا ماشيين للهايلاندز بتاع اسكتلندا اللي هي من احسن المناطق الريفية والجبلية الموجودة غاديكا. الرحلة بتاعنا اليوم باش تكون من اطول الرحلات في الاوروب بالحق بالبوس في النهار، اللي هي اللي في 12 ساعة و 13 ساعة باش نمشيو قرب 700 كيلومتر باش نقصو معناها اسكتلندا من الجنوب الى الشمال. الحقيقة والله متحمس لها على الاخر التجربة. يلا نتقابلوا في الهايلاند. توا وصلنا للاستراحة الاولى كيما يقولوا، بلاصة في تسمى بون تسمى في الريف خاطر اسكتلندا هي تخرج من العاصمة تسمى كلها ريف، وفما بلاصة هي ذي يرتاحوا فيها ماكلة بوز ومن بتوع فيها اشهر حيوان بخلاف اليونيكورن في اسكتلندا اسمه والله نسيت اسمه الحقيقة بالضبط خاطر موجود كان في البيت هذي ابارامون. باش نصوره لكم وتعطيكم انفورماسيونات على الحيوان هذا بالكدا. الهايلاند كاتل وكما يعرف بالابقار الجبلية تتميز بجلدها اللي يحميها من البرد القارس في هذا المناخ القاسي، زادة معروفة بكبر قرونها الطويلة وشعرها الحريري اللي يمكن يكون برشا ألوان. وزنها لأكبر من 750 كيلو، هي مش رمز ثقافي بركة لاسكتلندا ولكن هي صديقة البيئة خاطر تحب تعيش بحرية في الطبيعة، وزادة تعاون في المحافظة على الأراضي البرية. صارت لي صدفة محلاها توا بركة كي ركزت معاها واش لقيت بها. عندي كتاب نقرا فيه عندي مدة اسمه Coming Home to the Highlands، ما في بليش بالبلاصة معناها وكل شيء، هو يحكي على بلاصة كتاب. بعد اكتشفت انه الهايلاندز هذيك البلاصة الموجودة اللي هي في اسكتلندا بالحق، خاطر ما عطاو حدا ديتاي في الكتاب واللي انا تو ماشي لها. بالحق الصدفة غريبة برشا معناها، نقرا فيه الكتاب تو عندي ثلاثة جمعات ولا جمعتين هكاكا، وطلع يحكي على البلاصة اللي انا مش نمشي لها تو اللي صارت فيه الحكاية بتاع الكتاب. Leave a light on in the wild. Cause I'm coming in a little blind. توا وصلنا البلاصة باش نرتاحوا فيها قبل ما تعداو للخناس، بلاصة ياسر مزيانة الحمد لله. لقيت كاش ماشين باش نجب منها نجم نجبد منها كاش خاطر كما قلت لكم ما نجم نخلص توا كل تريب وتدخل القصر وماشية بالبحر بالباتو، نجم نخلصها كان بالكاش. نصور لكم شوية من البلاصة ياسر مزيانة. Dreamer of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. ملا بلاصة وملا فيو ملا جبل وملا موزيكا الغناية التقليدي متاع سكوتش اللي هما يعزفوا على ما عرفش تسمع بالضبط، ما حاجة محليها برشا تقاليد بتاعهم برسمي. تكتشف اليوم قداش الشعب بسيط برشا برشا في مكلتهم في لبستهم في فلوسهم كل شيء، الشعب بسيط على الاخر ما همش لبس عليهم يعني شعب عادي فقير نوعا ما الاكثر.
بارابور البلدان الاخرين ما عايشين فرحانين بحياتهم، الكل اكثر حاجه فرحانين بين الهويه بتاعهم، منين جاوا اصلهم وتاريخهم وحكايتهم قدش يحبوهم. البلاصه اللي شيناها توا سيسترز، ثلاثه جبولات بحلى بعضهم قابلين بعضهم. الحقيقة مشيت البلاصة أنا نفس الاسم، هي سيفن سيسترز في برايتون، أما لاصق البعض وش مطلع على البحر، وهذايا بالرسمي أزين برشا خاطر دايرين على بعضهم ثلاثة جبولات. الحقيقة واو، تنصور لكم وتراو كل شيء وتفهموا إحساس ولا أروع. توا وصلنا الحاجة اللي خلتنا نجيو لسكوتلندا، والسبب اللي مشيت فيه نحب نجي للباص هذايا اللي هي تطلع في الاخر اسمها لوخ ناس مش لوش ناس. لوخ ناس هو بالسكوتلندي معناها اللاك والا البحر، هما يسميوه الانواع الكل بالنسبة لهم يسميوه لوخ. To find you in the backyard, hiding behind our busy lives, I'm dreaming of the lighthouse in the woods to help us get back. توا الأربعة تاع الصباح خرجنا من الهوستل بتاعنا ديريكشن المطار، كاو آخر نهار في إدنبرا آخر ساعتين. يعطيكم الصحة الناس الكل يتفرجوا وصلوا آخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وإن شاء الله نتقابلوا فيديو جديدة. يلا بيس.